كل سنة وانتم طيبين. يوم الحد اللي فات كان عيد ايه؟ يعني ايه قيامة؟ مظبوط صح، السيد المسيح قام بين الأموات وفدان. مظبوط. أنا أحس بالقيامة إزاي؟ القيامة لو أنا فعلا حاسسها يبقى في حاجة مهمة قوي، إن أنا لو مت هصحى تاني. هي دي القيامة بالنسبة لي، إن أنا لو مت هقوم تاني، يعني أنا مش هموت، هحيا إلى الأبد مع الله. لو أنا حاسس ده يبقى أنا كده بعيش القيامة. يعني مهما حصل أنا مش هخاف. إذا كان الموت اللي بيرعب كل البشرية مش مخوفني، يبقى أنا هيخوفني إيه؟ حد ضايقني، مشكلة حصلت، حد أزعجني في شغلي، حد من الجيران عمل معايا مشكله، كل ده ولا حاجه، لان انا هيحصل لي ايه؟ انا اسوأ حاجه من وجهه نظر كل الناس ان انا هموت، لكن انا هصحى تاني. يبقى مهما حصل لي ولا حاجه، انا هنتقل فعلا من حياه لحياه بنفس شخصي، بنفس كلي، بنفس كل حاجه. ربنا يديكم الصحة وطولة العمر. احنا كلنا فوق هنعرف بعض وهنتكلم مع بعض، كلنا فوق هنكون في روح تانية، مفيش ألم، مفيش تعب، مفيش حزن، كله فرح وبس. هنبقى بنتمشى كده في الملكوت، وده دي فلان ده فلان. ربنا يديكم طولة العمر عشان ما حدش يقول لي انت بتحاول عليه. هيكون في فرح لا تتوقعوه ومش هتعرفوه الا لما نطلع فوق. طول ما انا عندي ايمان ان انا مش هموت، حلوه ده القيامه بالنسبه لي، وربنا يفرحكم دايما. أحد الرعاة ماشي وراء القطيع بتاعه، وجنب رجله خروف صغير دايما ماشي جنبه. الخروف ده رجله مكسورة، وكل شوية الراعي ده يروح موطي ماسك الخروف يبوسه وينزله الأرض تاني. كل ما يمشي شوية يبص على الخروف اللي رجله مكسوره يرفعه يروح بايسه ويحطه على الارض تاني. فالرعاة اصدقاء هذا الراعي قالوا له انت بتحب الخروف ده قوي؟ لهم قوي. وايه اللي كسر له رجله كده؟ قال لهم انا. استغربوا جدا، الكلام عكس بعضه، يعني انت بتحب قوي وانت اللي كسر له رجله، طب ليه؟ قالهم الخروف ده بالذات كتير قوي يشت بره القطيع، بيجري في الغابة، ما بيلتزمش بحدود القطيع، بيخرج بره الدايرة. هيجي في يوم الديابة هتنهشه. نصحته كتير ما بيسمعش كلام، عاقبته كتير ما بيسمعش كلام. ما كانش فيه غير الحل ده عشان يفضل جنبي. احيانا كتير انا ما بسمعش الكلام وبخرج بره دايره الكنيسه، وربنا يبعت لي كلمه واثنين وثلاثه وبرضه ما بسمعش الكلام، لكن لانه بيحبني يروح حاططني في مشكله او تجربه او اي حاجه بحيث تخليني اقرب منه، بحيث اخليني ما بعيدش
ما اخرجش بره الدايره. اوقات ده بيكون حب، ما بيكونش عقاب، بيكون حب. ربنا يجعلني دايما حواليه وجوه دايرته ويبارك حياته.